الكل يدعي لامام عاشور، احنا كلنا كنا بندعي لاحمد رفعت عشان ربنا سبحانه وتعالى يطلعه من المحنه اللي هو فيها، والحمد لله الامور احسن بكتير جدا وكل يوم افضل من اللي قبله. لما بتتكلم على بني ادم قول يا رب، لما بتتكلم على بني ادم خلي الدعوات صادقه من قلبك، اما لو انت انسان مريض فخلي الغل ياكل قلبك. واللي بيدعي على حد يا رب يلاقي ده في حد من اقرب الناس ليه. اللي بيشمت في حد يا رب يلاقي ده في حد من اقرب الناس فيه. يا رب من اقرب الناس ليه. اي حد بيشمت في بني ادم او بيدعو على بني ادم او بيتمنى الشر لبني ادم يا رب اللي بتتمناه لغيرك يجي فيك. بس كده بصراحه يعني، لان الحاجات دي بتوجعني جدا وبتألمني جدا. مش معقول يا اخي، حرام عليك. ايه ده؟ فرحان فرحان في الشكل ده؟ فرحان في واحد طالع كان بكل الحيويه والنشاط وطالع كتفه في خلع ولا في كسر؟ انت فرحان فيه عشان انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا اتحداوي ولا اسماعيلاوي ولا ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا قلت اهو دعوه والله العظيم ثلاثه في هذا الشهر الفضيل، كل واحد يشمت او يتمنى الضرر او المرض لحد يا رب اللي انت بتتمناه للشخص ده يبقى في اغلى حد عندك، يبقى في اغلى حد عندك يا رب ان شاء الله.